السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة لوضع منشور في الفيسبوك باستعمال هاتف iOS مقفل بالرمز، أو يعني الشاشة مقفلة ولا يمكنك فتحه. فيمكنك وضع منشور في الفيسبوك سواء كان هذا هاتفك أو هاتف أي شخص آخر، وهذه الطريقة يعني يجب عليك الحماية منها. ربما وضعت هاتفك في أحد الأماكن وقام شخص بأخذه ووضع بعض المنشورات في الفيسبوك وأنت لا تريدها، يعني ربما يضع أي أشياء في حسابك وأنت لا تريد ذلك. فالطريقة وطريقة الحماية منها ستراها في هذه الحلقة بإذن الله. طبعا كما ترى أمامك الآن، هنا الهاتف يوجد به رمز، الشاشة مقفلة، كل ما عليك فقط هو الضغط مطولا على زر الهوم حتى يفتح لك سيري. بعد ذلك تقول له بوست ان فيسبوك كما سترى أمامك الآن، بوست ان فيسبوك، بوست ان فيسبوك. You'll need to unlock your iPhone first. بوست ان فيسبوك. Okay, what would you like to say? My name is Muhammad and I am 18. I am from Libya and I am so hungry now. Here's your new Facebook status. تقول أي شيء كما ترى أمامك الآن، تقوم بالتعديل والكتابة باللغة العربية كما ترى أمامك. اكتب باللغة العربية واكتب أي شيء وأي منشور كما ترى أمامك باللغة العربية، الإنجليزية أو أي لغة أريدها. مثلا اكتب على سبيل المثال اكسيت أي كذا. بعد ذلك يعني بعد الانتهاء من التعديل يمكنك أيضا وضع أي إيموجي هكذا، واكتب الآن أو أضغط فقط على بوست كما ترى. Okay, أوكي، I posted it. I posted كما ترى أمامك الآن. إذا ذهبت إلى الفيسبوك سترى أن بالفعل قد تم وضع كما ترى هنا، تم وضع المنشور just now iOS كما ترى أمامك. تم وضع المنشور بكل بساطة، الآن يمكنك حذفه إذا أردت ذلك. وتم حذف المنشور، يمكنك الكتابة باللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة تريدها. طريقة الحماية من ذلك فقط هي بتعديل أو إيقاف، يعني تعديل إعدادات سيري وإيقافه في شاشة القفل. تقوم بالدخول إلى التاش أي دي ورمز الدخول إذا كان يعني لديك البصمة أو رمز الدخول، وتنتقل إلى الأسفل وتقوم بإغلاق سيري، وهنا يتم إيقاف سيري ولا يمكن لأحد الوصول إليه في قفل الشاشة. هنا تضغط مطولا، لا يوجد أي شيء. شكرا على حسن متابعتكم، رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك لايك وسبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية. لا تنسى كذلك زيارة مدونتي الرسمية th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية كما قلت لكم وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.